أهلا بحضراتكم من جديد. من أيام قليلة أطلقت وزارة التربية والتعليم حوار مجتمعي حول الخطة الاستراتيجية 2024-2029 بالتعاون مع منظمة يونيسيف مصر، وبدأت سلسلة الحوارات المجتمعية بمناقشة التحديات المتعلقة بأولوية الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وتضمنت المباني والمرافق والتجهيزات الخاصة بيها، وكمان آلية تشجيع القطاع الخاص على بناء المدارس، وإيه هي التطبيقات التعليمية المطلوبة للطلاب. حاجات كتير قوي هنفهمها من ضيوفنا اللي بيشرفونا ومنورونا هنا في نقطة نظام. سيادة النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور سليم عبد الرحمن، أستاذ طرق المناهج والتدريس بكلية التربية جامعة حلوان. منورين ومشرفين. أهلا بك. أهلا بك. الله يخليك بحضرتك. أستاذ محمود، بعد إذن حضرتك، إحنا عايزين بصفتك النيابية، يعني إيه حوار مجتمعي عن استراتيجية التعليم في مصر مبدئيا كده؟ طيب، يعني بداية برحب بيك وبالسادة المشاهدين. خلينا نقول احنا الدولة المصرية احنا في مرحلة جديدة، مرحلة بناء الجمهورية الجديدة. في نهج جديد بتنتهجه الدولة المصرية النهاردة في عملية التخطيط. احنا زمان كان بيبقى عندنا مشكلة ان احنا بننفرد بالتخطيط، الوزير بيحط رؤية، الوزير بيطلع رؤية، الوزارة بتنفرد بقرار. الحالة المصرية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي احنا بنتكلم عن حالة تخطيط تشاركي. التخطيط التشاركي ان كل اطراف المصلحه لابد ان هم يشتركوا مع بعضهم في اتخاذ القرار. اطراف المصلحه اللي هم مين بقى؟ احنا بنتكلم، لو بنتكلم على العمليه التعليميه تعليمي. فاحنا مش بنقول ان الوزير وفريقه المختص بيطلع استراتيجيه، لا، اللي احنا شفناه في الحوار المجتمعي احنا عندنا الحكومه ممثله في الوزاره وفريقها، وبدانا بقى ناخد التنوع اللي موجود في الحوار المجتمعي. عندنا المعلم ممثل، أولياء الأمور، مجالس الآباء موجودين، الطلبة كانوا موجودين وممثلين، المتخصصين التربويين كانوا موجودين، يعني كان المنظمات طلبة محمود طبعا كان معانا طلبة موجودين في مرحلة ثانوية وشاركوا في ورش العمل، وهو ده النموذج. احنا قدمنا نموذج جديد للتخطيط التشاركي في الدولة المصرية، واحنا بنتكلم عن الملف الحيوي اللي هو ملف التعليم، واحنا بنتكلم على التعليم المنطلق الأساسي اللي احنا انطلقنا منه، المادة 19 من الدستور المصري. أن التعليم حق لكل مواطن. طبعا. فأنت بتتكلم النهاردة أن كل مواطن له حق في التعليم. هنتكلم بس في مراحل التعليم الأساسية، ولا حتى اللي ما كانش متعلم واتكلمنا على محو الأمية هيشملهم؟ فإحنا بنتكلم على كل الشعب المصري له حق في التعليم. يبقى التعليم النهاردة حق لكل مصري، وده منطلق مهم. طب التعليم هيقوم بإيه؟ عشان يبني لي الشخصية. بناء الشخصية لن يقوم إلا من خلال وزارة التربية والتعليم، وده أساس مهم جدا، أن الوزارة لابد أن تقوم بدورها الأساسي في التربية قبل التعليم. طبعا. طب مين النهاردة اللي هيعزز قيم الهوية عند طلابنا في مراحل التعليم المختلفة؟ وزارة التربية والتعليم من خلال المناهج وصياغة المناهج بشكل يرسخ ويبني الشخصية المصرية كما نص عليها الدستور، وتعزيز الهوية والانتماء وحب الوطن وكل هذه القيم من خلال المناهج التربوية. العملية التعليمية كلها بكل مشتملاتها وأركانها ما كانش ينفع نخطط لها بنقطتين عندنا عقبة فيهم، لا بفردية ولا بجزئية. احنا كان بيواجهنا مشكلة، وده اللي كان حاصل قبل كده. احنا كنا بنلاقي قرار صادر، مفيش الرأي الآخر. ازاي النهاردة يبقى عندي حالة مجتمعية موجودة النهاردة في الدولة المصرية في ملف مهم وحيوي؟ وده اللي أطلقته وزارة التربية والتعليم في المؤتمر التأسيسي الأول، وده كان برضو أمر مهم جدا، إن اللقاء ده ما كانش هو اللقاء النهائي، ده احنا بنقول بداية الطريق لحوار مجتمعي لإعداد خطة استراتيجية لوزارة التربية والتعليم. كان هو دي نقطة البداية، إن احنا بنتوافق كلنا، كل المؤسسات موجودة، المعنيين، الخبراء الدوليين، الخبراء التربويين، كل الأطراف المعنية، المجتمع المدني موجود، الإعلام موجود، مجالس النيابية موجودة ومشاركة. طب وهيستمر قد إيه يا أستاذ محمود؟ يعني الوزير أعلن الأمر، خطة التنفيذ بقى اللي اتقال. الخطوة الأساسية في النجاح أن نخطط تخطيط جيد، وده أمر مهم جدا. إحنا مش شرط أن إحنا نصدر استراتيجية بشكل سريع ونلاقي بعد كده فجوات فنحتاج أن إحنا نعيد الصياغة، محتاجين نرفع واقع كويس جدا، نشوف تحدياتنا اللي إحنا بنواجهها، نعمل ورش عمل متنوعة. إحنا لما اشتغلنا في الحوار الوطني اتكلمنا على المستوى المركزي، الوزير أعلن في المؤتمر
ان المراحل القادمه هيكون على غرار هذا الملتقى على مستوى المديريات ومستوى الادارات، وده امر مهم جدا. مشاركه كل الاطراف بالمستويات الاداريه المختلفه هيعمل لي حاله من التكامل، يبقى انا رفعت واقع حقيقي عشان لما اجي اخطط ما يبقاش التخطيط بعيد عن الواقع. بس ممكن الحاله دي لو طولت شويه يبقى في عدم ثقه في الموضوع. لا لا ولا لا ايه لا راي حضرتك يا دكتور سليم؟ بص يا استاذ سامح، اولا انا طبعا لان دايما بنبقى عايزين احنا اللي اتكلمنا فيه على قدر المستطاع أنا بس نشوفه على ارض الواقع سريعا. الاول يا استاذ سامح، انا سعيد بوجودي معاكم، ودي مش اول مره في منبركم الاعلامي المحترم، وسعيد بوجودي مع سياده النائب محمود بيه. قبل ما نتكلم على الاستراتيجي او التخطيط الاستراتيجي بتاع الخطه الاستراتيجيه نفسها، انا كنت بتكلم بقول لك احنا وزاره التربيه والتعليم القانون بتاعها من سنه 81، هل احنا غير قادرين على وضع قانون لوزاره التربيه والتعليم في ظل المتغيرات وفي ظل الجمهوريه الجديده؟ الاجابه قادرين، وبشده. طيب اللائحه التنفيذيه غير موجوده بتاعه القانون 139 غير موجوده في الوزاره، وده اللي كان بيعمل مشاكل لكل اولياء الامور وكان بيعمل مشاكل للشعب المصري كله، ان يجي وزير يقول شويه قرارات يجي الوزير اللي بعده يعمل غيرهم ويهدهم وهلم جره. فبناء عليه احنا لازم الاول نحط قانون لوزاره التربيه والتعليم تدار منه وزاره التربيه والتعليم، جه فلان وزير جه بعده يبقى في قانون بيحكم. طب وده يا دكتور سليم ما اتقالش في الحوار المجتمعي؟ اتقال طبعا، بس انا بنوه لهذا الموضوع لان الموضوع ده مهم جدا طبعا. لان لو انت حضرتك لاحظت في الفتره الاخيره الوزير الفلاني يجي يقول قرارات، يجي الوزير الثاني في التربيه والتعليم يهد القرارات دي ويقول غيرها، فاذا حصلت مشكله لدى المجتمع المصري في هذه عدم ثقه. انت حضرتك شايف حاجه تيجي تطبقها يجي غيرك ليه رؤيه ثانيه وفيجن ثانيه يطبقها. ده بالنسبه للخطه الاستراتيجيه، عشان بس المشاهد الكريم يعرف يعني ايه خطه استراتيجيه. أيوة. ويفهم، لان المشاهد الكريم واولياء الامور والطلبه الكلام المجعلص ده ساعات بيخافوا منه. برافو عليك. ويفتكروه انه احنا طالعين عالم الفضاء او كلام نظري بس مش هيفيدنا. يعني انت لما تسمع خطه استراتيجيه في ناس طبعا غير متخصصه، مش بقول هم ما عندهمش قدر كافي بهذه الحيثيه، بيحسوا ان هم مش فاهمين، مش قادرين يستوعبوا يعني ايه خطه استراتيجيه. يعني ايه خطه استراتيجيه؟ الخطه الاستراتيجيه لابد من يعني الف ب نبدا تحليل جيد للواقع. حلو. ليه هنحلل الواقع؟ لوجود نقاط الضعف. أيوة. ونقاط القوه. يعني هيبقى عندي جانبين، نقاط قوه وجانب نقاط ضعف. نعزز نقاط القوه ونحل نقاط الضعف. طيب ويقابلني في الوجه الاخر فرص لازم استغلها، وانا هقول لك نقاط الضعف ايه ونقاط القوه ايه والفرص ايه والتهديدات اللي بتقابلنا احنا ايه. ده مجمل الخطه الاستراتيجيه، ان انا احلل الواقع طبعا بتاعي الموجود في التربيه والتعليم واشوف نقاط القوه بتاعتي. نقاط القوه بتاعتي ان في تدعيم من الدوله للتربيه للتعليم، في استراتيجيه، في رؤيه كبيره شامله ومشروع قومي للتعليم، اهتمام القياده السياسيه بالتعليم بشكل غير مسبوق، دي فرصه دي نقاط قوه يبقى انا اجري عشان احققها واستفيد منها. نقاط الضعف البنيه التحتيه والابنيه الابنيه المدرسيه او وعدد الطلاب داخل الفصول، كل دي نقاط ضعف، كل دي نقاط ضعف لابد أن أخدها في الحسبان لما أجي أعمل خطة استراتيجية. عشان كده دايما يا دكتور سليم بنقول إن الزيادة السكانية دايما بتلتهم أي إنجاز أنت أي إنجاز طبعا تعمل. طبعا مهما تعمل من مدارس فالطلبة أكتر. أنا حددت نقاط الضعف وحددت نقاط القوة. نقاط القوة أنا طب وما فيش نقاط ضعف قلة مدرسين؟ قلة مدرسين طبعا وعدم ثقافة أولياء الأمور، ما دي نقاط ضعف. صح. يعني النهاردة أنا لما أدخل نظام جديد دور خبراء التربية ودور السادة المثقفين ودور السادة الإعلاميين ودور الصحافة إنها تنمي ثقافة ووعي أولياء الأمور بما هو حديث في عملية التعليم، وإلا يبقى وزارة التربية والتعليم في وادي وأولياء الأمور في وادي كما حدث قبل ذلك، ولقينا مشكلات كتير. أنا عندي فرص
وتهديدات بتهددني. ايه اللي بيهددني في الخطه الاستراتيجيه بتاعتي اللي انا بتكلم عليها؟ التعليم الخاص. التعليم الخاص اصبح يقدم خدمه عاليه جدا. الدوله او وزاره التربيه والتعليم في الخطه الاستراتيجيه لازم تحطها نصب عينيها. بس بثمن ما هو مش جد جدا. انا عارف بس ده يهددني. يعني انا يعني كل من تسمح له الفرصه بالنقل الى التعليم الخاص ما بيفكرش بيسيب التعليم الحكومي ويروح للتعليم الخاص. ولا الكلام ده فيه خلاف؟ لا موجود. بس احنا يعني بنتكلم في ان المساله بقت غاليه قوي قوي جدا قوي جدا. فمش جدا. كل الناس ما اعتقدش انها نقطه ضعف. ده دور الدوله او دور وزاره التربيه والتعليم ان انا ابتدي. حتى انا لسه كنت بتكلم مع محمود بيه بقول له فين مؤسسات المجتمع المدني في دعم العمليه التعليميه؟ ليه مؤسسات يعني انا عندي المدارس الخاصه دي كلها والتعليم الخاص ده ما يساعدش ليه بالشراكه مع وزاره التربيه والتعليم لحل ازمه الكثافه مثلا؟ مش ده اللي حاصل دلوقتي في المدارس الفنيه بنسبه في شركات لا تذكر بنسبه ضئيله جدا لا تذكر يا استاذ سامح. بنسبه ضئيله جدا لا تذكر. طيب الاستراتيجيه او الخطه الاستراتيجيه دي لابد لها اليات تنفيذ وتمويل. التمويل نمره 2 او نمره 3 القائمين على تنفيذ هذه الخطه الاستراتيجيه هل هم اهل ثقه واهل خبره ام لا؟ طيب عملنا الخطه الاستراتيجيه وبدانا التنفيذ، هناك بعض المشكلات هتقابلنا في الطريق. هل احنا عاملين حسابها لتذليل هذه العقبات؟ ولا احنا عملنا الخطه الاستراتيجيه وما حطيناش اليات تنفيذ وجينا نحط اليات التنفيذ اتكلمنا كلام نظري وجينا نشتغل على ارض الواقع لقينا عقبات رجعنا تاني؟ فدي لازم ناخدها نصب عينينا واحنا بنشتغل. طيب احنا بس عايز اقول للاستاذ محمود بما انه كمان يعني على ارض الواقع بقى نائب، مساله اللي هو احدى نقاط الضعف اللي الدكتور سليم قال عليها، مساله ان الثقافه عند اولياء الامور بعيده تماما، هي ضد مش مع. ومساله الدور المجتمعي او شركات الخاصه القطاع الخاص او رجال الاعمال دي على ارض الواقع يا استاذ محمود عملنا فيهم ايه؟ او حضرتك شايف ممكن نحل الموضوع ده ازاي؟ شوف خلينا نحط منطلق مهم وده الاساس اللي احنا بنتكلم فيه. منظومه الاصلاح محتاجه رؤيه متكامله. بمعنى هل العمليه التعليميه تقوم فقط على البنيه التحتيه والبنيه التكنولوجيه فقط؟ يعني انا هتكلم على البنيه التحتيه، يبقى انا عندي مدارس ممكن تكون مجهزه او محتاجه تجهيزات. طب انا لو عندي مدرسه مجهزه مين اللي هيبقى موجود في المدرسه؟ يبقى انا ما ارجع لاقول اركان العمليه التعليميه. صح. يبقى انا محتاج بنيه تحتيه، محتاج معلم وهو اللي هيقوم بالعملية التعليمية. وهل البنية، أنا آسف للمقاطعة، هل البنية التحتية دي ما هو ده من ضمن دي بس التحتية. احنا كنا زمان المدرسة بتبقى فترتين، هل ينفع من مقترحاتي صحيح من ثلاث فترات مثلا؟ ممكن. خلينا نقول دي ونرجع للمرتكز الأساسي. وإحنا بنعمل خطة استراتيجية وإحنا بننظر لواقع الملف محتاجين ننظر نظرة شمولية طبعا. فأنا بتكلم النهاردة وأنا بعمل إصلاح، هعمل إصلاح في إيه؟ يبقى انا محتاج احط في اعتباري البنيه التحتيه طبعا، محتاج احط في اعتباري المعلم وهو محور العمليه طبعا التعليميه، ومحتاجين نشوف كل المشكلات اللي بتواجه المعلمين وتاهيلهم شديد. ده امر مهم جدا محتاجين ندرسه. الامر الثالث والمهم المنهج التربوي والتعليم، المحتوى التعليمي اللي انا هغذي بيه الطفل طبعا. وانا ببني الشخصيه وانا ببني السلوك وانا ببني القيم وانا ببني الهويه هبنيها بايه؟ انا ليه بعمل مناهج وبطور في المناهج؟ عشان يبقى ليا مستهدف في النهايه طبعًا. انا عايز اخرج ايه؟ المقصد مش ان انا النهارده اقوم في عمليه المناهج ان انا احشي معلومات ويبقى عمليه التلقين والحفظ هي المعيار. احنا عايزين ننتقل من مرحله التلقين والحفظ لمرحله الادراك والابداع. احنا بدأنا في ده يا استاذ محمود. صحيح. انا لسه حاضر مؤتمر مع منظمه مؤتمر مع وزاره اعداد مناهج المرحله الاعداديه بعد ما انتهينا من المرحله. لا صحيح حاجه كانت عظيمه. الامر المهم بقى الطالب والتحديات اللي بتواجه الطالب النهارده سواء بقى في كثافه الفصول، في العداله الاجتماعيه اللي موجوده، اتاحه الفرصه للجميع، التسرب من التعليم وعدم الانتظام في الحضور، عندنا مشكلات. كل محور من دول ونضيف بقى المحور المهم اللي هو بيتشارك معايا اولياء الامور. اولياء الامور ممكن واحنا في عمليه الاصلاح يبقوا عائق طبعا، وممكن لو شاركتوا معايا وعاش معايا
إصلاح المنظومة ووضع الخطة، وده اللي حصل في الخطة الاستراتيجية، ومهم جدا تفعيل دور ولي الأمر عشان يبقى مدرك إيه التغيير اللي بيحصل. لو هو بقى جزء من التخطيط معايا هيساعدني في أن أنا أخد خطوات. كل محور من دول ثقة يا استاذ محمود ان انا ازاي نبني مشترك، ازاي نبني جسور الثقه. هو مكانك قبل كده محتاجين نرجع، لا يؤخذ بها، محتاجين نرجع تاني نبني جسور الثقه. أيوة. ما بين الطالب والمدرسه، احس ان ما بين الطالب والمعلم، ما بين ولي الامر والمدرسه. من وزاره التربيه والتعليم بالنسبه لاولياء الامور، هل بيبعتوا كل اداره تجيب، بعد اذنك يا محمود، تجيب كل اداره اولياء الامور تقعد معاهم وتعرض عليهم ما هو جديد في عملية التعليم على هو أساس؟ خلينا نقول إن ده دور مجلس الآباء، وعشان كده احنا بنرجع نقول أن دور مجلس الآباء في كل مدرسة محتاج يقوم بدوره ومسؤوليته طبعا. ومجلس الآباء هو الممثل لأولياء الأمور، ودي هو الجمعية اللي بتقوم النهاردة على كل الشؤون وحلقة الوصل ما بين المدرسة والعملية التعليمية بكل مشتملاتها اللي بتقوم في المدرسة، وهو حلقة الوصل ما بين وما النهاردة. هوش بس أنا محتاج أرجع عيد تفعيله النقد اللاذع والهجوم. لما نشاركوا معانا في التخطيط، لما نشاركوا معانا في التخطيط ويبقى عندي مجالس اباء حقيقيه وعندي اجتماعات زي ما بيقول السيد، وعندي اجتماعات هو لو بيشارك في العمليه التعليميه ما ينقدش، لانه هيعتبر نفسه جزء من العمليه التعليميه ومن اساس. طب انا هشارك ازاي؟ هشارك ازاي؟ هبعت لحضرتك. بص انا هحضر، يا دكتور. بص انا شفت البيان وشفت الكلام اللي اتقال كله في الخطة. في نقطتين مهمين جدا. المعلم المعلم ده تحدي في هذه الخطة كبير جدا. طب ايه رأي حضرتك نطلع فاصل ونرجع نتكلم بقى على التحدي الكبير جدا واحدة واحدة عشان ما نقطعش الحوار الرائع ده. بعد اذن حضراتكم هنطلع فاصل ونرجع تاني معاكم، ومنورنا ومشرفينا سياده النائب الاستاذ محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، والدكتور سليم عبد الرحمن استاذ طرق المناهج والتدريس بكليه التربيه جامعه حلوان. أهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم. نتكلم بقى، كنت قطعت حضرتك يا دكتور سليم على كلام حضرتك عن المعلم ودوره، وإزاي نحل المشاكل اللي هو بيلاقيها دايما في الفترة اللي فاتت. السؤال، هل الخطة الاستراتيجية وعملنا حسابنا في التخطيط الاستراتيجي في هذه الخطة، المعلم من حيث الجانب المادي، الجانب الاجتماعي، الجانب المهني؟ ده تحدي لازم نقف عنده، ودي مشكله لازم نقف عندها كويس قوي. يعني ايه؟ انا عندي معلم متخصص خريج كليه التربيه، هل كل المعلمين المعينين يقوموا بعمليه التعليم، هل هم خريج كليه التربيه؟ هل هم خريج كليه التربيه؟ يعني هو مؤهل انه يقف قدام الطالب تربويا، علميا، اكاديميا، مهنيا؟ هل هو ده مؤهل؟ طيب في منهم، لو احنا بصينا على الارض الواقع زي ما احنا بنقول، نقول جزء كبير جدا مش خريج تربيه. جزء كبير جدا مش خريج تربيه. طيب هل المعلم اجتماعيا وثقافيا بتحصل له تنميه مهنيه ابديت كل شويه؟ طب هل لو عملنا دون يا دكتور سليم، هل المدرسين هيوافقوا؟ ده سهل. ما انا ليا بعض الاصدقاء مدرسين، فكانوا ايه منهم يجي يقول لك لا انا مدرس، يعني هروح لسه اتعلم؟ لا، التنميه المهنيه استاذ سامح، لا 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 برضو لا لا فيها خلل. لا ما هو التنميه المهنيه واجبه. طب نشجعهم ازاي علشان ما يبقاش المنظور ان انت ضعيف فتعالى اتعلم؟ خلينا نؤكد على ده، وده اساسي في كل دول العالم. يعني انا مثلا لما جينا نطبق التعليم الالكتروني والتقويم الالكتروني والتدريس الالكتروني، لقينا شريحه كبيره من المعلمين عزفت عن هذا الموضوع. ليه؟ ما حصلوش تنميه مهنيه طيله فتره تعيينه. كان هو متهيئ. دي مشكله مين يا دكتور سليم؟ دي مشكله الوزاره. الوزاره طبعا. مع العلم ان احنا عندنا مؤسسه كبيره جدا في وزاره التربيه والتعليم اسمها الاكاديميه المهنيه للمعلمين،
يعني ايه الاكاديميه المهنيه للمعلمين؟ يعني كل المعلمين اللي موجودين في مصر اذا كانوا 900 الف معلم مثلا، تطوير قدراتهم. في اساتذه وخبراء مثلا على سبيل المثال، احنا نقدر ننمي مهنيه المعلم في استراتيجيه التدريس الحديثه، في كيفيه وضع منهج حديث، في كيفيه تخطيط الدرس واساليبه وانشطته، في استخدام التكنولوجيا في التدريس. بيعملوا كده، بس هل هم في فئه مستهدفه بياخدوهم عشان يطوروا لهم التنميه المهنيه؟ ده تحدي كبير، لان بدون معلم جيد، بدون معلم جيد طبعا، بدون معلم جيد، انا قلتها ثلاث مرات اهو، لا يمكن اصلاح العمليه التعليميه. هل حضراتكم كاعلاميين وكمؤسسات مجتمع مدني قد حتى في الخطه الاستراتيجيه، انا شايف في توصيات في توصيات على الكلام اللي حضرتك بتقوله، بس حاجه صغيره في الخطه الاستراتيجيه، انا شايف الطالب 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 الطالب. الطالب هو المنتج الاساسي بتاعي وعلى راسي من فوق، بس من هو الذي يصنع هذا المنتج؟ من الذي يصنع الطالب؟ مين، ايه هي المكنه اللي بتصنع لسيادتك؟ المعلم والمدرسه. والمعلم عشان كده دايما برضو كان في توصيات للكلام بتاع حضرتك ده بالنسبه للمعلم وكمان توصيات في التوسيع البنيه التحتيه للمدارس، وهو ده اديله فرصه. ده مقصد الاستراتيجيه. استاذ محمود بعد اذن حضرتك نرجع تاني، انا عايز بس افهم يعني ايه من ضمن التوصيات ان هم قالوا ان يبقى القطاع الخاص يستثمر في التعليم. يعني ايه الاستثمار في التعليم؟ هل هو بنى مدارس بس مثلا القطاع الخاص ولا ايه؟ طيب خلينا بس ناكد على نقطه اللي احنا اكدنا عليها في الاول. عملية الإصلاح لابد أن تكون عملية شاملة، متوازية. طبعا إحنا كنا قبل كده قبل المؤتمر بأسبوع كنا في منهج إعداد مراحل المرحلة الإعدادية، مناهج جديدة للمرحلة الإعدادية. كنا سابقا بنتكلم في المرحلة الابتدائية، والوزير قال بعد ما ننتهي المرحلة الإعدادية خلاص إحنا واخدين تراك في تطوير المناهج في كل المراحل. حلو. بالتوازي، أنا عندي مشكلة النهاردة في كثافة الفصول. عدد الفصول النهاردة مع الأعداد المتقدمة مش مستوعبة، عندي كثافة في الفصول. طب هعالج ده ازاي؟ لازم يخش هنا دور القطاع الخاص. طبعا لازم يخش دور المجتمع المدني، ازاي ادي تسهيلات للقطاع الخاص؟ واحنا وصينا الكلام ده. ايوه. ايه هيئة الابنية التعليمية في الاشتراطات، لان انا ان عندي معادلة صعبة. ندرة الاراضي النهاردة اللي متوفرة داخل الحيز العمراني عشان احافظ على الرقعة الزراعية، ده معادلة مهمة. معادلة الامن الغذائي لابد ان انا احطه في الاعتبار. مش هاجي النهارده واقول ان انا هبور قطعه ارض 5 و6 فدادين عشان اعمل مدرسه، بس في المقابل الامن الغذائي لابد ان يكون من ضمن الامور المهمه. طبعا. بالنسبه لي، وده اللي احنا بنقوله، ان الاستراتيجيه وهي بيتم وضعها لابد ان انا ابقى شايف المظله من فوق، يتشارك فيها كل مؤسسات الدوله. مفيش حد بيخطط في الدوله النهارده تخطيط منفرد. فلما اجي اقول النهارده دور القطاع الخاص، محتاجين دور القطاع الخاص النهارده يعزز معايا في معالجه عدد الفصول المطلوبه وتقليل الكثافه. دور القطاع الخاص النهارده بامكانياته النهارده ومعايير الجوده، محتاج النهارده يساعدني ويدعم معايا المدارس الاهليه والمدارس الحكوميه والتجريبيه وكل مختلف المدارس. احنا ناقشنا ده، خلينا نقول وده كان المقصد الاهم، ان احنا واحنا بنطلق استراتيجيه مش هنترك محور الا ونشتغل عليه، وده أمر مهم جدا. كان من ضمن التوصيات إن هو إنشاء مدارس صغيرة. صحيح. إحنا خطبنا منخفضة التكلفة. صح. خطبنا الأبنية التعليمية وقلنا أنتوا محتاجين مع وزارة التربية والتعليم تراجعوا الاشتراطات النهاردة، لأن أنت بتشترط مساحة معينة، لأن كل طالب لابد أن يكون ليه حيز معين ومساحة معينة. المعادلة دي صعب تطبيقها على الأرض في كثير من الأحيان. طب الحل إيه؟ محتاج أعيد النظر النهاردة في وسط التحديات اللي موجودة وإن كانت مرحلية، إن أنا محتاج أرجع للمدارس الصغيرة. فكرة التوسع في عدد الفصول في الفترة القادمة أمر مهم جدا عشان أقلل الكثافة. أو التوسع على 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 فترات. ما أنا ممكن أشتغل أكتر من فترة. يعني أنا ممكن أشتغل عشان ليه بقى دكتور سليم؟ أنا كان عندي أنا من شبرا، فكان عندي المدرسة بتاعتي الحوش بتاعها كبير، كنا بنلعب كمان في نقطة كل الالعاب. لما رحت مؤخرا استاذ محمود ابتدى الحوش ده يتقلص. عارف يا استاذ سامح، لان بقى في مباني، عارف الاطفال هيلعبوا. احنا عشان كده عارف يا استاذ سامح، لو عملوا سياحه تعليميه تحللنا مشكله الكثافه، بمعنى سياحه تعليميه. حضرتك انت مدرس تاريخ، بتسمع عن الاهرامات وابو الهول وهرم اللي هي الزيارات اسمها سياحه تعليميه. دي انا لو بدات اعملها كانشطه
والسياحة التعليمية يبقى عليها درجات وتقييم هتحل لي مشكلة. يعني انا مش لا بس مش هو لا هو, هو خلينا نقول ان ده جزء مهم يعني, مش يعني جزء الأنشطة ويعني اكتشاف القدرات والتكنولوجيا ده بقى الجديدة مهم. ايه ده جزء, ده جزء مهم جدا استاذ سامح. فخلينا نقول يعني النقطة دي فعلا يعني مهم ان احنا واحنا بنعالج قضية محتاج ارتكز على كل القضايا المحيطة بيها. ايوه طبعا. يعني انا لو اتكلمت النهاردة ان احنا عشان نعالج الكثافة هخلي الفترة بدل هي فترة واحدة في الدراسة ممكن تبقى فترتين, وعندنا مدارس بتشتغل فترتين. يعني في رؤية ان انا اشتغل بنظام اليوم الكامل, في رؤية بتقول ان انا اشتغل ثلاث فترات, بس ده امر محتاج ان انا ارجع للتربويين والمختصين يقولوا لي المساحة اللي هياخدها الطالب في اليوم الدراسي لو انا عندي فترة واحدة غير المساحة لما باخد فترتين. طب ضغط المدة هل هتتناسب مع الكم اللي موجود في المناهج؟ لا هي معادله محتاجه وانا بعمل صياغه للمناهج. لا هي حلها موجود. انا ممكن ازود لا حلها انا ممكن ازود يا استاذ محمود ساعات الدراسه. يعني انا بدل ما اليوم الدراسي ينتهي 2 انهي 4 والولد يجيني 3 ايام في الاسبوع واخلي وهكذا. يعني انا يبقى عندي ايه ويبقى يعني عندك 4 ايام اجازه؟ لا لمجموعات ثانيه بالتناوب يا لا سامة. عند الطالب ده عند الطالب دي 3 ايام دراسه و3 ايام اجازه. لا ممكن يعملهم سياحه تعليميه انشطه يدرس بره يقعد زي ما حضرتك أوكي. بتقول لا يعني انا بقول ايه ان انا مثلا النهارده بطلع الساعه 2 من المدرسه حلو. انا ممكن ازود ساعتين دراستين في نفس اليوم بحيث يبقى عندي انا اقلل الكثافه. يبقى الفصل لو 50 25 يجوا النهارده و25 يجوا بكره هم يدرسوا نفس المنهج ونفس المقرر. بس انا عايز دكتور سليم اخلي الطالب يبقى جانب الالتزام ده. لما احنا كنا زمان بنصحى الصبح بدري ونقوم رايحين واخدين اللبس والشنطه ورايح كل يوم, ما هو التوسع ده رايح المدرسه من الساعه كذا. يا اما بهذا الشكل يا استاذ سامح, يا اما بهذا الشكل يا اما نعمل فترتين يا اما نعمل فترتين. وفي حاجات يعني برضو الدبلومات اللي موجوده الامريكان وغيره لازم يعاد النظر فيها في الخطه الاستراتيجيه. لازم يعاد ويبقى تحت امبريله الوزاره, والوزاره هي التي تتبنى اتجاه التعليم الدولي عشان تحافظ على شريحه كبيره من المجتمع وتستفيد. يعني تحافظ وتستفيد. يعني 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 مثلا احنا طول عمرنا من ساعه ما اتولد نسمع عن حاجه اسمها تعليم الدبلومه الامريكيه السات. طب هو هنفضل طول عمرنا ما في حاجات؟ ودلوقتي في توصيه كمان ان يبقى في مدارس متفوقين, مدارس ستيم, ده في ستيم شغاله. شوف بقى الستيم كلها قائمه على الانشطه. اللي انا بقول لك خلي جزء انشطه قائم عليه. صح. ستيم كلها ما فيهاش ماده نظريه الا حوالي 20%. كلها بحث, كلها قائمه. صح. على الانشطه. أوه. على الانشطه دي حاجه مهمه جدا. خلي بالك احنا لسه كنا في منبر اعلامي من يومين انا والاخ الصديق الاستاذ رفعت فياض. قلت له ان انا اقيم طالب على ورقه امتحانيه في 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 8 شهور وحدد مستقبل 40 سنه. كنا بنتكلم بخصوص الثانويه العامه. مشكله الثانويه العامه دي مشكله أزلية. ده تحدي للمجتمع المصري من سنه 50, من 100 سنه. مشكله الثانويه العامه تلاقي البيت مكهرب وازمه. هل احنا في الخطه الاستراتيجيه دي لازم 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 نوجد حل, وعندنا الحلول وعندنا وعندنا المقترحات. كان في اقتراحات ان هو في يبقى في تحسين يا دكتور سليم؟ لا 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 مش تحسين. لا لا يعني انا مثلا التحسين ده انا ما بقدرش عليه. انا ممكن اخلي 30% في الامتحان مقالي بدل ما هم سؤالين. ممكن اخلي انشطه ثقافيه واجتماعيه ورياضيه عليها درجات في المجموع. ممكن ما اربطش الكليات القمه اللي احنا بنقول عليها بالمجموع. يعني الاستاذ سامح جايب 75%, تمام؟ ال 75% دول حضرتك بتحب القطاع الطبي, تفضل تعالى اقعد عندي سنه تاسيسيه, سنه تاسيسيه ادرس عند الطب. طب لو نجحت وطلع عندك ميولك وقدراتك الطبيه تفضل اطلع سنه ثانيه. طب ما نجحتش ترجع تروح كليه ثانيه, ولو في جامعه اهليه ما عنديش مشكله وما تتحسبلكش السنه دي عشان قانون تنظيم الجامعات. طب ما بدل ما نعمل سنه دراسيه يبقى في حاجات زي ما انا هروح اخد كورس مثلا مده شهر او شهرين. مش هيقدر. انا عايز المعايشه. طب والتحسين حضرتك ليه حسيت ان حضرتك ضده؟ عايز اسمع راي حضرتك برضو وراي الاستاذ محمود. بص في مساله التحسين في الثانويه العامه. بص التحسين في الثانويه العامه لان في اراء بيقولوا لا عايزين نرجع. التحسين في موضوع الثانويه العامه هيفتح لنا باب لاشكاليات كتير. زي اشكاليات
ان الطالب ممكن يتقاعس على امل انه ايه يقول لك انا في التحسين هبقى كويس. يعني ما فيش دوله في العالم بتقول ان انا ممكن اعمل تحسين للطالب، يا اما اعمل له امتحان متكرر يعني يمتحن 5 مرات، لان الاصل في التعليم ان الطالب ينجح. الاصل في التعليم مش الطالب يسقط. الاصل في التعليم ان الطالب ينجح، يا اما اعمل له امتحان ماده كذا يدخلها 5 محاولات. طب ما ده يعتبر تحسين. لا تحسين انت بتدي له فرصه وان شوت. اصل اللي حاصل دلوقتي يا دكتور سليم هي موضوع انا هي امتحان. ما هو ده بقى يا مش صابت، ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، ما هو ده اللي لازم نراعيه. ما هو ده لازم نغيره. يعني احنا لو يعني النهارده مثلا احنا لما اقترحنا على وزاره التربيه والتعليم قلنا يا جماعه امتحان الثانويه العامه السنه اللي فاتت كان في مشكله، اللي هو مش السنه دي يعني اول سنه، السنه دي امتحان الثانويه العامه الهرم يبقى شكله معدوم. كل سنه نلاقي 52% او 50% جايبين اكتر من 90%، وده شيء غير منطقي معانا احنا كاساتذه مناهج وطرق تدريس وتقويم. ده شيء غير منطقي. يعني انا لو بدرس ل 200 طالب المفروض 20 منهم يجيبوا امتياز و50 جيد جدا و50 جيد. بس اعتقد الدكتور سليم السنه دي ما حصلش ده. بص طب السنه دي بقى 22% أيوه. جابوا فوق ال 90. 250 طالب جابوا اقل من 250 الف جابوا اقل من 90، والقاعده العريضه اللي بعد غير ده نجاحه جه منين يا استاذ سامع؟ لان فعلا وزاره التربيه والتعليم خدت مقترحات الخبراء والتربويين، كانوا بيحطوا 5 6 اسئله في الاختيار تشيك ليست، فالطالب اللي بينشن ينجح او يجيب مجموع. لا قلنا لا ما نحطش على كل نقطه 7 8 درجات او 10 درجات، حط لي 20 30 نقطه بحيث تجيب الكتاب من الجلده للجلده. يعني الطالب اللي بيذاكر وبيشتغل صح اذا هو هينجح. ما ده بقى موضوع برضو بعد صحيح. اذن حضرتك عشان كده واحنا يعني موضوع برضو انا بنقل لحضراتكم الراي الاخر، انه يقول لك ما بين الاختيار ما بين الاسئله ما في احيانا تلاقي في حاجتين يا استاذ محمود صح، ويجوا الطلبه يشتكوا ويجوا اولياء الامور يقولوا طب ما دي انصح ودي انصح، ودي من ضمن التحديات اللي احنا بنتكلم فيها. عشان كده واحنا بنقول واحنا بنعمل خطه اعداد المناهج انا محتاج ان انا احدد مستهدفاتي وانا بعمل المنهج، لان احنا قلنا عايزين نحط قاعده. انا اسف انا بضايقك كتير. لا لا دلوقتي لو احنا لما بنيجي نعمل تطوير منهج بيروح للمدرس بدري علشان يقعد يذاكره ويقعد لو راح متاخر هنواجه ازمه من الازمات اللي احنا واجهناها. وبعد اذنك يا محمود بيه الامر ده مهم. لا قبل ما اروح للمنهج انا محتاج النهارده دليل المعلم اللي هيشتغل عليه يبقى محتاج يروح له بدري. صح. ومحتاج ان انا النهارده من خلال اكاديميه المعلمين محتاج ان انا اعمل تاهيل النهارده واعرض خطه المنهج كامله على كل المعلمين. لا لان التعليم التكنولوجي النهارده بقى جزء النهارده من العمليه التعليميه. لا الوسائل وموضوع مهم جدا كمان يا استاذ محمود لان سوق العمل بقى مفتوح ليه اكتر من العادي. يبقى انا النهارده محتاج اقول ايه؟ ان مع التطور السريع اللي بيحصل النهارده على مستوى العالم انا محتاج اواكب التسارع ده. محتاج ان انا اقول النهارده باخد كل الخبرات الدوليه وباجي انزل بقى على ارض بقى مصريه النهارده وبخبرائنا التربويين واقول ما يناسب طبيعه الشعب المصري، ما يناسب النهارده قيم الدوله المصريه، وابدا اعيد صياغه المناهج بما يتناسب مع قدرات طلابنا. لان احنا عندنا تحدي الاحصائيات الدوليه بتقول ان استيعاب الطلبه للمعلومه ده محتاجين نراجعه. الطالب النهارده ممكن يقرا بس ما يستوعبش اللي بيقراه. هو انا بس اخصائنا التربويين محتاجين يعالجوا لنا المشكله. لا دي انا بس عايز اضيف حاجه. يمكن ادوات التعليم يا استاذ محمود يبقى انا محتاج ارجع للاساس. ان احنا بنقول ان اساس اللغه مرحله رياض الاطفال محتاج ان انا النهارده ارجع واحط الاساس السليم اللي ينبني عليه. والقاعده بتقول ايه؟ انا لو عندي النهارده طالب علمته ازاي يطلع كلمه ويبحث عنها في معجم صح ووصل لها عندي افضل من هو يحفظ 1000 كلمه. وده اللي احنا محتاجين ننتقل ليه. في معايير التقييم هتعالج لي المشكلة دي، ان انا النهاردة ما بقاش المعيار التقييم على كم الحفظ. لا انا عايز النهاردة على كم الادراك واستنباط المعلومة. صح. وده اللي بيحصل دلوقتي. انا ممكن اعمل الامتحان اوبن بوك هيعتمد على ايه؟ على مدى ادراك الطالب للمعلومة، على تشغيل العقل والتفكير. المهارات النهارده والانشطه محتاجه تكون في المناهج اكتر من المعلومات. بس في نقطه اللي حصل بس في نقطه يا استاذ سنه رابعه صحيح. وحصل الدنيا قامت في نقطه بس أنا مش عايز اعديها في نقطه تمام. مش عايز اعديها قبل ما ننقل المناهج. المناهج اللي موجوده اتوضعت بشكل اكاديمي. يعني ايه بشكل اكاديمي السبب؟ يعني انا كاستاذ جامعه لما اجي اكتب كتاب يقراه الاستاذ محمود ويقراه حضرتك بكتب باسلوب
يتناسب مع عقلية القارئ. صح. طب لما اكتب كتاب مدرسي لفئة معينة مستهدفة بتاعتي، إذا كانت مرحلة ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، لابد أن يوجد متخصص تربوي لتأليف هذه المادة العلمية بحيث يقلب بلغة التي تناسب مع عقل المرحلة العمرية. ما ده اللي حاصل دلوقتي دكتور، يعني احنا في المؤتمر بتاع انا هكمل مؤتمر تطوير نفس كلام حضرتك. بص ده بص دي كمان في نقطه ثانيه. في نقطه ثانيه، هل واحنا بنشتغل، يعني انا مثلا انا صاحب كتاب بيدرس بيدرس في الوزاره علم نفس واجتماع ثالثه ثانوي بقاله كتير، يعني انا زعلان عشان بقاله كتير، المفروض يتغير لان العلم في علم كتير. المهم، هل واحنا بنعمل لجنه تاليف الكتاب جبنا ولي امر زي محمود بيه، جبنا طالب يشترك معانا، طالب احنا بنعمل منهج رابعه ابتدائي، جبنا طالب من خمسه ابتدائي كان بيدرس الكتاب ده السنه اللي فاتت، تعالى انت ايه الحتت اللي انت مش جبنا معلم من القائم ده شيء رائع جدا، القائم بتدريس هذا المدى. دي نقطه مهمه جدا، مش انا الدكتور سليم والدكتور محمود وفلان وفلان نقعد نعمل فريق عمل ونالف كتاب لا المعلم يعرف عنه حاجه، لا وحضرتك نفسك مش هتتطور ولا الطالب يعرف عنه حاجه. فلابد في تاليف المناهج في الفتره اللي جايه اساتذه تربويين يعني اساتذه تربويين متخصصين، يعني لو هنالف علم نفس اجتماعي لازم استاذ مناهج وطرق تدريس فلسفه واجتماع، لو هنالف كتاب رياضيات استاذ مناهج وطرق تدريس رياضيات، بالاستعانه ولي الامر يبقى موجود معايا وانا بالف، الطالب بتاع المرحلة موجود معايا وانا بألف، معلم المادة القائم على التدريس يبقى موجود معايا وانا بألف. ليه انا معلم دي المادة. نماذج معنية بالتلقي يا فندم، انت كل اللي حضرتك انت ده. معلم جوه الفصل بتدرس المادة دي، ايه الإشكالية عندك؟ يقول لك الدرس الثالث انا ما لقيتش وسيلة تعليمية ان انا اعملها وتتناسب، ده المعلم. طب الطالب، المعلومة دي اكبر من قدراتي، انا طلعت السنة خمسة اهو والمنهج بتاع السنه الرابعه، انا ما اعرفش يعني ايه تلت وربع، ما اعرفش يعني ايه 70%، انتوا حاطين المعلومه دي، لا المعلومه دي المفروض تبقى بشكل بتاع الرياضه مثلا، مش يعني ايه بتاع الدراسات الاجتماعيه لازم بتاع الرياضه يحطها لي الاول في ثالثه ابتدائي عشان لما نقول اليابس والماء تلت مساحه العالم، هو الطالب ما عندوش مداركه العقليه مش عارف يعني ايه تلت. لكن لو درسها في السنه اللي قبلها في الرياضه هيعرف. فدي نقاط مهمه جدا وحاجات حساسه جدا بتوقعنا احنا في مشاكل. طيب سريعا بقى دكتور سليم، يعني عايز اسمع من حضراتكم التوصيات الاخيره او التوصيات العامه كده للتطوير الحقيقي في استراتيجيه التعليم. طيب خليني اتكلم في نقطه مهمه، ويعني وانا عضو تنسيق شباب الاحزاب السياسيين، وده امر مهم جدا ان احنا انتوا على ارض الواقع كله، يعني احنا عشان كده احنا بنقول الحوار هو الخطوه الاولى ان الجميع يتشارك. التنسيقية هي منصة حوارية جمعت كل الأطياف. اللي بيحصل في الحوار الوطني النهاردة في الدولة المصرية بمثابة حوار مجتمعي لكل القضايا، أنا عندي 113 موضوع بنتناقش فيهم كلهم مع كل الخبراء والمختصين في كل المجالات، بيحضر القوى السياسية كلها ومختلف الأحزاب والنيابيين والحكومة بتبقى ممثلة. الحالة دي ده بقت جزء من توصياتنا الفترة اللي جاية، التخطيط التشاركي في كل قضايا الأمة المهمة للدولة المصرية والقضايا الاستراتيجية الكبرى مهمة أن نتشارك فيها في كل المراحل. أنا مش أتكلم بقى في مناهج بس، ده في كل التحديات محتاجين نقعد ونتكلم مع بعض إزاي هنرسم خريطة الطريق للإصلاح الفترة اللي جاية، عشان ما نصطدمش بخطة لا تناسب الواقع وتحمل أعباء على المواطنين. وخليني أذكر كان عندنا قانون الثانوية العامة لما نوقش في مجلس الشيوخ تم الاعتراض عليه ورفضه من مجلس الشيوخ. انا حقيقه يعني مجلس الشيوخ في هذا الموضوع، مجلس الشيوخ النهارده تصدى لهذا الموضوع لان احنا شفنا ان الثانويه العامه تكون 3 سنوات، وانا اشدت بهذا الكلام وحييت مجلس الشيوخ. التحسين يكون بهذا القرار مفتوح وبمبالغ ماليه هتحمل اعباء على المواطنين البسطاء. النهارده العداله النهارده مش متوفره في الامر ده، انا عايز احنا بنعمل واحنا بنعمل اصلاح جزئي في جزء معين لابد ان يتكامل مع الاخر. لما لقينا ان في نموذج في مشكله مجلس الشيوخ رفض. اشكركم. الناحيه الثانيه احنا من خلال ادواتنا البرلمانيه في المجلس وادواتنا التشريعيه النهارده واحنا بنتكلم بقى على كل المستويات، بدايه من قانون التعليم احنا بنتكلم على قانون من سنه
81 قانون 189 محتاجين نعيد قياس الأثر التشريعي للقانون ونبدأ نشتغل على القانون. طب. يا إما نخرج بقانون جديد يا إما نشوف ما يناسب المرحلة ونعدل القانون أو نعمل صيغة تنفيذية للقانون. عندنا أمر مهم جدا عليه. الدولة المصرية النهاردة أطلقت مشروع قانون وأحيل للجنة المختصة في الحوار الوطني المجلس الأعلى الوطني للتدريب والتعليم. ده أمر مهم. احنا بنتكلم ان احنا النهارده مش هنعمل بس قانون، لا ده انا هيبقى عندي مجلس اعلى وطني هيتشارك فيه كل الاطراف المعنيه عشان تعمل ايه؟ تحط لي سياسات التعليم المتكامله. انا مش بتكلم بس على مراحل التعليم الاساسيه، ده انا بتكلم على التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي طبعا. فانا شملت كل العمليه التعليميه. ليه؟ ان هي سلسله طبعا. متدرجه، وده اللي احنا عايزين نعمله. علاقات انا مش هاجي النهارده هعمل منهج في مرحله وافصل ما بين مزبوط. المراحل اليمين واليسار طبعا. لذلك احنا بنقول محتاجين نعيد وضع استراتيجيه متكامله، وممكن نحط استراتيجيه شكلها كويس عشان نبقى واقعيين بس عايزين نعمل ورش عمل متخصصه ونحط خطه تنفيذيه تناسب الواقع وتناسب امكانياتنا في المرحله دي مزبوط. مش عايزين يبقى عندنا طموح اعلى من امكانياتنا. صح صح. يبقى احنا عايزين ناخد تدرج حسن استخدام، عايزين ناخد تدرج النهارده في الاصلاح في كل الجوانب ونحقق مكتسبات مع الوقت ونبني عليها. صح. وده امر مهم جدا. صح. ده هيخلينا نقول ان التخطيط التشاركي مش هينفرد بيه شخص، فيجي النهارده وزير هيحط سياسات وبعد كده لو جه حد وزير بعده هيهد سياسات اخرى. لا احنا بنكمل على مكتسبات المرحله السابقه. محتاجين نبني تدريجي النهارده، وقبل ما ابني تدريجي انا عندي خطوط عريضه محدده في خريطه الطريق، هي ايه البصرات بالنسبه لي، التحديات اللي موجوده عندي هعالجها ازاي تدريجيا في البنيه التحتيه والبنيه التكنولوجيه والاميه الرقميه وتاهيل المعلمين وخطه اعداد المناهج كل المشكلات دي التعليم. هنحطها قدامنا ونبدا نشتغل عليها تدريجي. اتوقع ان الخطوات العمليه الممنهجة بتشارك كل القوى وعلى رأسها طبعا البرلمان لأن دوره التشريعي طبعا ده أمر مهم جدا. احنا في أدوار هينفذ بقى صحيح. احنا أدوار الإعقاد السابقة يعني أنا أتذكر أنا تقدمت بمجموعة مقترحات القرار الوزاري 285 للتجريبيات، كان فيه بعض الأمور لا تناسب المرحلة، عملنا نقاش وحضر وزير التربية والتعليم والوزارة وافقت على إن احنا بنعيد صياغة القرار الوزاري. المكفوفين وذوي الإعاقة مهم جدا ان احنا ندمجهم في العمليه التعليميه طبعا. كان عندنا مقترح ازاي ندمجهم ومدارس النور المكفوفين على مستوى الجمهوريه ازاي يعاد تاهيلها، مش التربيه والتعليم بس لقينا اطراف مشتركين معانا، وزاره التضامن الاجتماعي هتقوم بدورها، وزاره الاتصالات هتقوم بدورها، فالمجلس النهارده واللجنه المختصه جمعنا كل الاطراف وتناقشنا وخرجنا برؤيه ازاي يبقى عندنا ونقوم بدورنا ومسؤوليتنا تجاه ذوي الاعاقه. وده امر مهم جدا طبعا. ووضعه في المناهج النهارده وتذليل العقبات اللي بتقابلهم عشان يحصل دمج حقيقي ليهم ده كان امر وده حقهم الدستوري. عندنا مقترحات لمعالجه مشاكل، بس المقترحات الجزئيه دي محتاجه تبقى في خلال ايه؟ من خلال قنوات محددة في خطة واضحة المعالم ليها جدول زمني محدد، مؤشرات قياس نقدر نقيسها لآليات تنفيذ. فالنهاردة بقى كل جداً. الخطوات دي خلينا نقول احنا عندنا أمل ومش هنيأس ان احنا الحمد لله احنا دولة كبيرة عندنا مسؤولية كبيرة. لذلك النهاردة كل الأطراف اللي بتشتغل في العمليات التعليمية والاستراتيجية عندنا مسؤولية كبيرة النهاردة في بناء الأمة، وهم حاسين كمان يا أستاذ محمود بهذه المسؤولية بصراحة. صحيح. رأي حضرتك وتوصيات حضرتك. بص انا 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 يعني انا بس بكمل كمل على الاستاذ محمود قال اخويا العزيز الاستاذ محمود. اربع اركان العمليه التعليميه لابد ان يهتم بهم ولا يترك ركن عشان ما يحصلش خلل في الخطه الاستراتيجيه. المعلم الطالب الفصل المنهج. دول لو احنا اهتمينا يعني انا ممكن ويبقى كلهم بالتساوي اهتمامي بالمعلم قد قدر اهتمامي بالمنهج قد قدر اهتمامي بالطالب قد اهتمامي بالفصل الدراسي. انت متضايق شويه ان كل التوصيات للطالب مش للمعلم. احنا بنعمل ده كله احنا بنعمل كل ده بس من يصنع الطالب؟ صح. دي رقم واحد. في نقطه تانية لازم ناخد بالنا منها، التعليم الفني والتقني اين صح. هو في الخطه الاستراتيجيه؟ العالم كله النهارده بيقول لك يعني مثلا على سبيل المثال المانيا ما عندهاش تعليم عالي خالص كله تعليم فني عندك مثلا النهاردة دول كتير عايزانا احنا كمصر نصدر لها فنيين مؤهلين أكاديميا وخلقيا. يعني ليه ما نطلعش عندي فني
قادر على التعامل، نعلمه فن التعامل. وده اللي سوق العمل وسوق دكتور العمل. سليم فبناء عليه واضح. فبناء عليه انا بقول اهو سواء كان ليا نصيب ان انا اشترك في الخطه الاستراتيجيه او ماليش، التعليم الفني التقني مهم جدا، وهو الذي يسود العمليه التعليميه ويتقدمها المرحله القادمه. طبعا صحيح طبعا. خلينا ناكد دكتور سليم النقطه دي، فعلا التعليم الفني كان جزء رئيسي في الاستراتيجيه. المدارس التكنولوجيه النهارده بقت حقيقة، واحنا بنشوف ده والارقام في التقديم السنة دي هنشوفها بعد التقديم، نسبة المتقدمين للمدارس الفنية التكنولوجية هتفوق نسبة التقدم. واحنا اوريدي عندنا مدارس تكنولوجية عندي تأهيل لسوق العمل، الطالب بيطلع بيشتغل. صح، الطالب بيطلع يشتغل. لا وبيدرب وهو طالب. ما هو التدريب عالي. يعني انا متفائل جدا 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 بالحوار المجتمعي والاستراتيجية التعليمية الجديدة ان شاء الله هتبقى شاء الله. يعني لصالح مصر ان شاء الله، لصالح المعلم والطالب واولياء الامور والنبي. اكيد اكيد. نورتونا وشرفتونا سيادة النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين. نورتنا وشرفتنا اسمح محمود. دكتور سليم عبد الرحمن استاذ طرق المناهج والتدريس بكلية التربية جامعة حلوان، نورتنا وشرفتنا. وانا كنت خريج جامعه حلوان. شكرا على اهتمامك. انت تنور جامعه حلوان، كنت عندنا من فتره وكنت خريج يعني كمان جامعه حلوان. حبيبي انت تنور، ربنا يعز حضرتك يا دكتور. فاصل ونرجع نستكمل باقي الحلقه مع حضراتكم.